مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في برنامج محاربه الدهون. نتمنى انكم استمتعتوا باجازتكم، ونتمنى ان ما حد فيكم زاد 40 كيلو ان شاء الله. في الحلقه هذه حنتكلم عن بعض التمارين للمبتدئين، وان شاء الله حنساعدكم في رحلتكم في انقاص الوزن. خلال هذا الاسبوع بنطرح لكم برنامج تمرين للمبتدئين، حيكون عبارة عن تمرينين بطن، تمرينين جوانب، وثلاث تمارين للأرداف، وحيكون معاه 20 دقيقة مشي ثلاث مرات في الأسبوع. والآن حنخليكم مع التمارين. تمريننا الأول لليوم حيكون عبارة عن تمرين بطن للجزء العلوي. تنسدح على الأرض وتدخل رجلك تحت الكنبة علشان تثبت نفسك. ارفع جسمك للأعلى ببطنك، ولا تخلي أي عضلة من عضلات جسمك تشتغل ما عدا عضلة البطن. شوية شوية حتتمكن من التمرين وتسوي عدات أكثر، واليوم حنسوي التمرين لأربع جلسات، كل جلسة 10 عدات. التمرين هذا بيساعد على شد وتشكيل عضلة البطن العلوية بشكل خاص، وعضلات البطن كاملة بشكل عام. التمرين الثاني حيكون تمرين بطن للجزء السفلي. حتمسك الكنبة من الأسفل عشان تثبت جزءك العلوي، وحترفع جزءك السفلي الأعلى. وانت تسوي التمرين ركز على الجزء الأسفل من بطنك، ولا تكون ترفع رجلك فقط، ركز على الجزء السفلي من بطنك. سوي التمرين لأربع جلسات من 10 عدات لكل جلسة. التمرين الثالث لليوم حيكون تمرين للجوانب. تمسك العصا، وممكن تستخدم أي عصا متوفرة عندك بالبيت، أو ممكن تمد إيدك. حرك خصرك لليمين واليسار، وكل مرة تسوي يمين ويسار تعتبر عدة واحدة. راسك ورجلك ثابتين، خصرك فقط اللي يتحرك. سوي التمرين 4 جلسات من 15 عدة. التمرين الرابع حيكون تمرين جوانب. امسك العصا وحرك جزءك العلوي من جسمك عن طريق تحريك خصرك، ولا تحرك أي عضلة من جسمك، وخلي تركيز الحركة على عضلة الخصر فقط. ثبت رأسك، ثبت رجولك، ولا يتحرك غير عضلة الخصر فقط. سوي التمرين لأربع جلسات من 15 عدة. التمرين الخامس حيكون الركل للخلف. ممكن تستخدم عصا عشان تثبت نفسك، أو تستخدم الجدار أو أي وسيلة مساعدة. خلال الركل للخلف ركز بالأرداف، ولا يكون هدفك فقط الحركة، حاول تحس فعلا بالحركة اللي أنت قاعد تسويها. سوي التمرين 4 جلسات من 15 عدة. التمرين السادس السكوات. تبدأ التمرين واقف وتتحرك كأنك بتجلس على كرسي، لكن نزل أردافك إلى أقصى مدى تقدر تنزل. احرص أن تكون قدميك على مستوى أكتافك. سوي 4 جلسات من 15 عدة. التمرين السابع والأخير الركل للخلف. جالس على الركبة، ثبت إيدك وركبك على الأرض، وابدأ بالركل للخلف. بكل مرة تركل فيها ركز على الأرداف وحس بالحركة. سوي 4 جلسات من 15 عدة. هذه التمارين سهلة وأي أحد يقدر يسويها، لكن شكلها غريب إذا كنت أنت قاعد تسويها في البيت، فإذا أحد ضحك عليك عادي، العبرة دائم في النهاية. والآن مع فقرة أسئلة تويتر. السؤال الأول جاينا من الأخت النجلاء، تسأل فيه هل لازم أستمر على التمرين طول عمري أو لا علشان أحافظ على النتائج اللي وصلت لها. باختصار لازم تواصلي التمرين طول عمرك والتغذية السليمة، لأن إذا وقفتي حترجعي للي كنت عليه. يعني بصراحة التمرين مثل الصيانة للسيارة، فالسيارة إذا سويت لها صيانة تستمر معاك لأكبر فترة ممكنة، والتمرين إذا استمريت فيه حيستمر جسمك بأفضل شكل وبصحة إلى أطول فترة ممكنة. السؤال الثاني اليوم جاينا من الأخ أبو نورة، يسأل فيه هل ممكن أني أمارس الرياضة بدون برنامج غذائي وبدون ما أهتم بتغذيتي؟ باختصار لا، أنت عبارة عن منتج لتغذيتك، فإذا ما اهتميت بتغذيتك فالنتائج اللي حتوصل لها ما حتكون مرضية، والتغذية 70% من عملية تغيير شكل الجسم. تغذية ثم التغذية ثم التغذية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا أخوكم محمد المقبل، مذيع في القناة السعودية الأولى وأيضا في إذاعة UFM. عندي برنامجين يحلالهم صغيرين جدا. في القناة السعودية الأولى أنا أقدم برنامج أكسجين وسياحة سعودية، وفي إذاعة UFM أقدم برنامجين جيم ورياقة وألوكار. طبعا أعرفكم عن نفسي، أنا ما راح أقول لكم عمري لأني كبير مرة، فأنا قاعد إيش اليوم مع عبد الله العقيلي ومحمد حبيبنا، حنقدم لكم بس نبذة بسيطة عن الرياضة وعلاقة الإعلام بالرياضة. بدأت فكرة جيم ولياقة بصدفة بسيطة، وكان حظي كبير جدا في برنامج صباحي كان كافي تايم. كان الفقرة أعتقد من الساعة 9 إلى الساعة 9:30. هذه الفقرة برزت في البرنامج بشكل كبير وصار عليها التفات من الرياضيين والمهتمين، لذلك صار عليها طلب كبير. عرفنا هذا الشيء من الرسائل ومن كمية الاتصالات اللي تجينا ومن الناس طبعا من التواصل الاجتماعي. فالمدير الإذاعة طبعا قال أنه لابد أنه هذا النص ساعة هذا الطفل يصبح رجلا، ففعلا أصبح هذا الطفل رجلا وصار جم ولياقة. ساهمت الرياضة في حياتي المهنية. أنا بالأساس كنت رياضي يعني من قبل ما أخش عالم الإعلام، يعني من وانا صغير وانا اتمرن لعبه بناء الاجسام. ما ابغى اني اصير كمال اجسام او زي كذا وبروتينات وحبوب، لا، انا احب الاتيكيت والجسم الفرنسي الحلو. ساهمت بطريقه عجيبه جدا، لدرجه انه لما استلمت هذا البرنامج يعني الاداره الحكيمه في اذاعه UFM قالت انه من نفس الشكل ونفس الجسم هذا ينفع ل حاجه رياضيه، غذاء، انظمه غذائيه، بناء اجسام، سباحه. ففعلا ساهم الاعلام في برنامجي بطريقه جميله جدا، يعني انا وبرنامج جيم ولياقه كلنا مع بعض كذا متلازمين مع بعض. النصيحه للمبتدئين انهم اول شيء يتمرنوا بالتدريج، لا يستعجلوا في اخذ الامينو اسيد اللي هي الاحماض الامينيه، لا يستعجل في اخذ البروتين. دائما خلك يعني الواعي الاساسي لك اللي هو الكابتن، اسال الكابتن وحاول انك تتمرن شوي شوي، وبعدين ان شاء الله تبدا المرحله الثانيه. اذا زان جسمك وصرت تمشي زي الناس وحسيت نفسك بطل، يصير الجزء الثاني اللي هو البروتين والامينو اسيد. احنا ما نمنعكم من هذا الشيء، بعدين لابد انك تتابع برنامج جيم ولياقه على اذاعه UFM عشان تصير بطل. انا صراحه سعيد جدا جدا اني موجود في القناه اليوتيوب اللي هي محارب الدهون. محارب الدهون كل شيء هون مع محمد الحفظي واكيد عبد الله العقيلي. انا اشكرهم جزيل الشكر على استضافتي الجميله. وبختام حلقتنا نتمنى انكم تطبقوا التمارين اللي عرضناها لكم، وانكم تشاركونا تجاربكم على هاشتاج البرنامج محارب الدهون، وتابعونا على حسابنا في تويتر. بس لا تنسى تستشير طبيبك قبل ما تبدا. على فكرة لا تنسوا ترى التمارين موجودة تحت. غبية شكلها صح؟